بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اليوم نعقد هذه الندوة في ديوان وزارة الأوقاف، وهي ضمن سلسلة ندوات تعقدها الوزارة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي. ولعلنا بهذه الندوة نبدأ السنة الرابعة من عمر ندوات عقيدتي بالتعاون مع الوزارة، وقد بدأناها منذ 3 سنوات مضت، وكانت أولى الندوات في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بمثابة الإشارة إلى مباركة هذه الندوات واستمرارها إن شاء الله. موضوع الندوة اليوم، وهي تنعقد برعاية كاملة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يولي هذه الندوات اهتماما بالغا ويعطينا يعني جهدا ودفعة كبيرة لاستمرار هذه الندوات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وحسنات كل من يساهم في هذه الندوات. موضوع ندوة اليوم: مصر نموذج راق في الحريات وقبول الآخر. ومعنا في الحقيقة، واسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي أن تكون هذه الندوة داعيات فقط، بمعنى أنني أول مرة أجلس في ندوة ومعي 3 داعيات ما شاء الله من يعني الأساتذة الكبار الذين رعاهم أيضا الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وهن من أعلام الوزارة في الدعوة الإسلامية. نسأل الله لهن التوفيق والسداد والاستمرار في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. معنا الدكتورة نيفين مختار والدكتورة وفاء عبد السلام والمهندسة مرفت عزت محمد، أهلا وسهلا بهن جميعا. وننطلق إلى بداية الندوة إن شاء الله، ونبدأ بالدكتورة نيفين مختار تحدثنا في موضوع الندوة، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، ثم أما بعد، النهاردة الحمد لله رب العالمين لما نتكلم عن مصر نموذج راقي للحريات والتعامل مع الآخر، إذن أنا عندي شقين أساسيين في هذه الندوة. الشق الأول هو حرية المعتقد، والشق الثاني التعامل مع الآخرين. خليني أقول حرية المعتقد، وحترك الحديث لزميلاتي على إن هم يتحدثوا عن مصر، لكن أنا هتكلم وارجع الأول، هي مصر جاءت بالحريات دي من أين؟ من الدين الإسلامي الحنيف اللي أتاح وأباح لنا جميعا حرية المعتقد، إن كل إنسان له الحرية في أن يعتنق ما يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. ما حدش يكره أي إنسان على أنه يعتنق دين بعينه، دين معين أنا حر أعتنق ما شئت. طيب لو أنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى للدين الإسلامي، لازم أدعو بإيه؟ أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو بالحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى ما ينفعش أفرض رأي معين وآجي على الناس وأقول أنا ده شايفه إنه بيعمل موبقات في المجتمع، أو إنه هو مش متماشي معايا، فالغاية تبرر الوسيلة فروح قتله. والله أبدا، الغاية لا تبرر الوسيلة، ومحدش قالك أبدا إنك من حقك تكفر حد ولا تقتل حد ولا تهاجم حد، لأننا عندنا حرية المعتقد في الدين الإسلامي. أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عام الفتح، وكان ممكن وهو متمكن إن هو يعمل في المشركين ما يشاء، لكن قال لهم حاجة جميلة قوي. لما قالوا له أنت هتعمل فينا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ده نتعلم منه الرحمة والعفو عن الآخرين، نتعلم منه إن هو سابهم عندهم حرية المعتقد يعيشوا كيفما شاءوا. ربنا سبحانه وتعالى خلى النبي صلى الله عليه وسلم
ينزل بالبلاغ فقط، وما عليك إلا البلاغ، البلاغ يعني بلغ. إنما الهداية دي من عند مين؟ من عند المولى سبحانه وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإحنا مش أوصياء على الناس. إذا أنا عندي حرية المعتقد وتعلم منه ده، وخد نفس نهج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما دخل الأقصى وإداهم الأمان على كنائسهم وصلبانهم وحريتهم وعبادتهم كلها. طب لما جه سيدنا عمرو بن العاص في مصر ودخل فاتح وكان قوة الإسلام ما شاء الله، كان جنب مسجد عمرو بن العاص اللي موجود في الفسطاط القديمة اللي هي مصر القديمة الكنيسة المعلقة، وكان جنبه المعبد اليهودي، هل هدم كنيسة؟ هل هدم معبد إطلاقا؟ إذا عندنا في الأصل المتأصل في الإسلام حرية اعتناق الدين وحرية العبادة، ده شق. ومنه أخذ القائمين على الدولة دلوقتي إن إحنا نطبق إن كل إنسان له حرية المعتقد، وكل إنسان يعيش كيفما شاء، آمن على نفسه، آمن في وطنه، يعيش وهو راضي ومش حاسس إن حد بيضايقه أو إن حد ممكن يسطو على منزله أو إن حد ممكن يغتاله. كل ده الدولة وفرته وأمنته في مصر دلوقتي منهج الحريات. نيجي للشق الثاني وهو التعامل مع الآخرين. التعامل مع الآخر لازم يكون بمبادئ حطها الإسلام، بمبدأ الكلمة الطيبة، بمبدأ أن الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا. مين يا رب الناس؟ أنا عايز أعرف ربنا قال لي الناس، ما أنا عشان أنقي مين الناس اللي هتعامل معاهم. كل الناس، ربنا ما حدد ليش. الإحسان إلى كل الخلق والعدل مع كل البشر. كل الناس لازم يكون تعاملي معاهم بمنهج الإسلام. أنا بعبر عن إسلامي، أنا بقول أدي الدين الإسلامي، زي ما بشوف الآخر الصادق في قوله وفي فعله، فأنا بقول شفتوا الناس بتتعامل بصدق إزاي؟ دول ما بيحلفوش، دول بيتعاملوا بالكلمة. ما أنا لازم كمان أكون منبر متحرك للدعوة الإسلامية، وأخلاقي هي اللي تثبت يعني إيه الدين الإسلامي، قد إيه الدين دين جميل، دين سماحة، دين عفو، دين رحمة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل إحنا طبقنا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالآخر؟ هم ليهم حق المواطنة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، كلنا سواسية. أنا عمري ما عرفت حكاية مسلم ومسيحي إلا من الناس مؤخرا. أنا طول عمري أعرف إن إحنا مصريين لحمة واحدة، إيد واحدة مع بعض، كلنا بنحب بعض، كلنا بنكمل بعض. أنا ما سألتش الدكتور اللي بدخله أنت مسيحي ولا مسلم عشان أكشف عندك ولا لأ، ولا سألت الدكتورة اللي بتدرس لي في الدراسات العليا بتاعتي حضرتك دينك إيه، مع إنها فعلا مسيحية الديانة، لكني والله أجلها وأعتقد أنها من خيرة الناس، لأنها فعلا أثبتت لي يعني إيه أخلاق حميدة، يعني إيه مساعدة الآخر، يعني إيه قضاء حوائج الناس. كل ده أنا بشوفه في تصرفاتهم وأخلاقهم. إيه اللي يخليني ما تعاملش معهم بالحب وبالود؟ إذن اللي بنشوفه في بعض الفئات المندسة علينا اللي هي تعتبر فئات قلة والله قليلة، لكن الغالبية العظمى إحنا كلنا بنحب بعض، كلنا مصريين وكلنا إخوة، والمواطنة حق لكل إنسان، وهي من الكليات الست التي أقرها الدين. وأقرها الدين إزاي؟ ده إحنا عارفين إن هما كليات خمس، حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين لا عندنا كليات ست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة بص والتفت وقال مقولة جميلة جدا، قال والله إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودمعت عيناه، وده تعلمت منه أن هناك حب الوطن وتبقى من الكليات الست. عشان كده لما معالي وزير الأوقاف عمل تجديد الخطاب الديني وحط الكليات الست وعمل لها كتاب مخصوص، دي كان
طفرة انتقلنا بها وتعلمنا منها قد إيه حب الوطن. فحب الوطن فرض وحتم على كل إنسان، وعشان كده علمونا وقالوا لنا عايزين نعرف أنت بتحب وطنك ولا لأ. انظر إلى حنين الرجل عندما يغادر الوطن، لما يخرج بره ويجي داخل لوطنه قد إيه متأثر وهو جاي على تراب الوطن، قد إيه متأثر وهو بعيد عن وطنه. النهاردة بنشوف القلة المندسة اللي هي محسوبة على الدين الإسلامي بتعتبر الوطن حفنة، والوطن مش يعني ده مش تراب الوطن وحنين الوطن اللي احنا بنحبه، لا ده وطن عفن زي ما بيقولوا. لا والله، الوطن هو كل شيء، لو لم يكن هناك وطن لم تكن هناك حياة. وده اللي زرعته مصر في أبنائها، حب الوطن، الانتماء إلى الوطن. النهاردة مصر بتسعى إنها تتقدم وتساعد كل إنسان عشان يرتقي، بترتقي بأبنائها وترتقي بالجيل اللي موجود وبالشباب خصوصا. إذن أتعلم إنه حب الوطن فرض علينا، حب الآخر فرض علينا، التعامل بالحسنى، التعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويا أخي لا تغتر بقوتك إنك تيجي على حد ضعيف ولو كان من مذهب آخر أو ديانة أخرى، وإنك تنتقم منه أو تعامله معاملة غير لائقة. إحنا كلنا سواسية أمام الله. ولذلك أنا هختم الكلمة، لأن قالوا لي أنا معايا 10 دقائق، هختم الكلمة بآية قرآن يمكن نتعلم منها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى علمني إني لازم أقدم لأخرتي، وعلمني إن أنا أتقي الله في القول وفي الفعل وفي كل شيء أنا بعمله في حياتي، لأني حقف بين إيديه في موقف عظيم يحاسبني عن الصغيرة والكبيرة. والصغيرة جاءت قبل الكبيرة في الإسلام، ده انتوا بتقروها كل يوم جمعة في سورة الكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إزاي وليه جاءت الصغيرة قبل الكبيرة؟ لأني ببساطة مش هقدر أتحمل عذاب الصغيرة، فكيف بالكبيرة؟ فكل واحد فينا لازم يخلي باله من وقفة يوم القيامة ومن الموقف العظيم اللي هيقف فيه بين إيدين ربنا يحاسبه. لو كلنا عرفنا إن احنا هنتحاسب على كل شيء هنتقي الله ونتعامل مع الآخرين كلنا بمودة ورحمة وحب، ونطبق منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، ده المسلم، فما بالك لو إحنا تعاملنا مع الآخر اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فقد آذاني. هل أنتوا عايزين تأذوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أكيد لا، أكيد ما حدش حابب كده، لأن كلنا حابين نبقى تحت كنفه وتحت لواءه يوم القيامة إن شاء الله، ربنا يرزقنا ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا دكتورة نيفين. وفي الحقيقة يعني احنا بنشكر حضرتك على حرصك على الحضور رغم ارتباطك المهم النهاردة، واحنا يعني ده بيبين لنا اهتمامك وحرصك على الدعوة، وبنشكرك على الحضور. واذا حضرتك بقى يعني مضطرة للاستئذان فبنستأذنكم هي هتنصرف، ويعني احنا نتحرم من حضرتك بس مقدرين ظروفك وشاكرين على حضورك. شكرا. الف شكر. في الحقيقة يعني السيدات او الداعيات في وزارة الاوقاف بيضربنا المثل في يعني الالتزام وحسن الخلق وحسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، وكلهن يعني يجتهدن في دائما في التقدم العلمي بالحصول على الماجستير وعلى الدكتوراه، ثم بعد الدكتوراه أيضا يعني يحضرن دورات ودورات ويؤهلن أنفسهن دائما حتى يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر الدعوة إلى الله عز وجل.
معنا يعني إن صح التعبير فارسة أخرى من فرسان الداعيات في وزارة الأوقاف، وهي الدكتورة وفاء عبد السلام. وفي الحقيقة هن يعني لا يقتصر دورهن على الدعوة في المساجد فقط، وإنما أيضا اقتحمن مجال الصحافة ويكتبن باستمرار في الصحف الدينية، ونحن نسعد دائما بمقالاتهم في صحيفة عقيدتي. والآن مع الدكتورة وفاء عبد السلام تحدثنا في موضوع الندوة، تتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وحرم على التخلق بأخلاقه من أراد تشتيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الحقيقة أنا بتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي وزير الأوقاف لإتاحة هذه الفرصة لنا لنتحدث في هذه الندوة الكريمة، ثم الشكر موصول إلى صحيفة عقيدتي، بيتنا الثاني اللي بنتحدث فيه ونكتب فيه مقالاتنا وأفكارنا حتى تصل إلى العامة، فجزاكم الله عنا كل خير. أما اليوم فأنا سعيدة جدا 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 بالموضوع اللي هنتحدث فيه النهاردة. مصر نموذج راقي للحريات الدينية وقبول الآخر. يمكن سبقتني زميلتي وأختي الحبيبة الدكتورة نيفين في وأسهبت، يعني ما جعلتناش يمكن مكان نتكلم ونتحدث، فتح الله لها وعليها. لكن خلوني أخذ الجزء الخاص بمصرنا الحبيبة، وإزاي ارتباط الدين وتطبيق المصريين لما جاء في ديننا الإسلامي. في الحقيقة مصر هي مهد الديانات السماوية، وده منا من رب العزة سبحانه وتعالى منها على مصرنا الحبيبة أن تكون مهد للديانات السماوية. يعني إحنا لو نظرنا إلى اليهودية، إلى المسيحية، إلى الإسلام، هنلاقي مهدهم في مصرنا الحبيبة. لو بصينا زي ما ذكرت أختي الحبيبة سابقا إلى مجمع الأديان، وكيف تعانق المسجد مع الكنيسة مع المعبد في منظومة رائعة، هنعرف يعني إيه إنها مش فكرة حديثة على المصريين، ولكنها فكرة التعايش السلمي، فكرة تعانق الأديان مع بعضها البعض، فكرة منذ الفراعنة. لو ذهبنا إلى الأقصر ونظرنا إلى مسجد أبي الحجاج الأقصري، هنجد أن في مقام للقديسة تريزا موجودة داخل المسجد في أبي الحجاج الأقصري. إذا ذهبنا إلى دير سانت كاترين، وفي الحقيقة يمكن ربنا سبحانه وتعالى من علينا كواعظات، وده الشكر لمعالي وزير الأوقاف لإتاحة هذه الفرصة وإيجاد أرض صلبة للواعظات أن تقف عليها. كنا بنشارك أو بنحضر ملتقى في سانت كاترين اسمه هنا نصلي معا. الملتقى ده كان بيحضر فيه عدد كبير جدا جدا من الوزراء، وعدد كبير جدا من السفراء، عدد كبير جدا جدا من الشباب من خارج مصر، سواء إن كان مصريين من مصر أو من خارج مصر، سواء يهود أو مسيحيين أو إسلام، عشان تبان الصورة إحنا كلنا يد واحدة. وده جمال مصر، وده موجود في دير سانت كاترين، في وجود المسجد مع المعبد مع الكنيسة في منظومة رائعة. لو ذهبنا إلى المنيا ورحنا بني مزار في المنيا ودخلنا البهنسة، وهنلاقي الشجرة المقدسة، والشجرة المقدسة والعليق الموجودة في دير سانت كاترين أيضا شاهد على هذه الأمور. هنلاقي أيضا الشجرة اللي جلست تحتها السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام، هنلاقي جنبهم مقابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ده جمال بلدنا، هي دي جمال مصر الحبيبة، وده جمال ديننا، ان احنا نحتوي الاخر زي ما علمنا حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يمكن لو 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 ذكرت الخطاب الالهي وكيف حث الخطاب الالهي على لكم دينكم ولي دين، وقول الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية العقيدة
عقيدة. رب العزة سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا ما نتدخلش في عقائد اللي حوالينا، خليني أؤمن بعقيدتي أنا وإيماني بعقيدتي. والإيمان بالله عز وجل لا يكتمل إلا بالإيمان بالرسل، يعني لازم نؤمن بجميع الرسل حتى يكتمل إيماننا. يمكن رب العزة سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ورب العزة سبحانه وتعالى استعمل لفظ البر الذي لا يأتي إلا بعد الإيمان برب العزة سبحانه وتعالى مع بر الوالدين. من عظم هذا التعامل وصورة التعامل بين المسلم وغير المسلم، وتقسطوا إليهم، وكأن رب العزة سبحانه وتعالى بيأمرنا بالعدل أيا كان هذا الإنسان، جنسه إيه، اسمه إيه، لونه إيه، معتقده إيه. وده اللي عمله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبقه الحبيب في مكة المكرمة عندما أوذي لمدة 13 سنة في مكة المكرمة، لم يتعرض لهم بسوء. لما حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل أول وثيقة حقوق إنسان عرفتها البشرية بتنظم العلاقة. هنا بقى العدل، بتنظم العلاقة بين المسلم وغير المسلم. الوثيقة بتتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد هناك، كان في عندنا إيه بقى، كان عندنا مسلمين ومشركين، والمشركين حتى منقسمين إلى أوس وخزرج، وكان عندنا اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل أول وثيقة حقوق إنسان عرفتها البشرية بتحدد العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين وغير المسلمين، وأعطاهم حقوقهم. يبقى أنا حط لي منهج، أنا لي حقوق ألتزم بها وعلي واجبات ألتزم بها، وهو ده اللي هيطلعنا بهذه الصورة اللي مصر فهمتها وطبقتها بأجمل أجمل صورة. حتى لو حدث تغيرات في النص، لكن المصريين الحمد لله بالوعي الكامل اللي عندهم بنرجع تاني إلى النقطة اللي ترضي الله عز وجل وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. كلمة صعبة إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يقف ويقتص لهذا المعاهد. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من اليهود وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، قال: وعليكم. فقالت السيدة عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قال لها: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أما سمعت يا رسول الله؟ قال: قلت عليكم. إذا كان يقصد عليكم السلام عليك فقلت عليكم، إذا كان يقصدون الأخرى فهي الأخرى له. فده كان منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما ذهبت السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال لها النبي: هي مشركة. يعني أم السيدة أسماء، وبالمناسبة ما هياش أم السيدة عائشة، لأن أم السيدة عائشة كانت مسلمة. السيدة عائشة تقول: لم أعي إلا وأبي وأمي مسلمين. فأم السيدة أسماء راحت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: أمي مشركة، أصل أمي؟ يعني شوف الصلة هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش لا أبعدي عنها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، صلي أمك. هو ده المنهج اللي حطه لنا حضرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، واللي مصرنا الحبيبة الحمد لله مشيت عليه، لأن إحنا أصولنا أساسا طيبة جدا جدا. يكفي إن عندنا نسك في الحج، هو نسك لامرأة مصرية، وده دايما أنا أفخر به. السعي اللي إحنا بنعمله هو نسك لأمنا السيدة هاجر عليها السلام. ويمكن أنا كان نفسي أتحدث عن الجمال بتاع مبادرات عملناها كثيرة جدا جدا، وزارة الأوقاف مع المجلس القومي للمرأة مع الهيئة الإنجلية، بينت قد إيه عظمة المصريين وبينت قد إيه تكاتفنا مع بعض. لكن في الحقيقة إحنا عملنا حاجات كثير جدا جدا جدا، لما تحدثنا فيها عن الأسس والأخلاقيات والمبادئ اللي بيدعمها كل دين، اكتشفنا إن الأخلاقيات والسلوكيات واحدة، لأن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللي موجودة في الرسالات الأخرى والديانات الأخرى. ففي الحقيقة حترك أختي وصديقتي مهندسة ميرفت هتتحدث في هذه المبادرات، وبنشكر معالي وزير الأوقاف على إتاحة هذه المبادرات لينا عشان نشوف جمال بلدنا وجمال التلاحم اللي بين المصريين بعضهم البعض. كراهية
مواهبات وواعظات ومكرسات كنيسة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وإحنا طبعا يعني كنا نود أن يكون الوقت أطول من هذا، نستفيد ونتعلم ويعني نفيد الآخرين. والشكر طبعا دايما موجه لفضيلة الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة على رعايته لهذه الندوات، والشكر موصول أيضا لكل من يساهم فيها. الآن مع كلمة المهندسة ميرفت عزت محمد في إطار موضوع الندوة، فلتتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية أود طبعا أشكر معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على إتاحة الفرصة لي أن أنا أتكلم في هذه الندوة، وبشكر طبعا جريدة عقيدتي. شكر موصول يعني بجد. أنا عايز أتكلم النهاردة طبعا، إخواتي ما شاء الله وفوا بأن مصر طبعا مهد الحضارات، واتكلموا يعني هو وفوا بكل المواضيع اللي انا ممكن نتكلم فيها، لكن احنا فعلا عايزه ابتدي اقول ان انا هتكلم تجربه عمليه على ارض الواقع، ودي انا حباها قوي ان انا حسيتها في كل المبادرات اللي احنا عملناها، زي ما اختي دكتوره وفاء اتكلمت ويعني وجهت الموضوع ان انا هتكلم فيه. الحقيقه احنا حصل بين الواعظات والراهبات حصل تكريم من سيادة الرئيس، وكنا اتسمينا بمسمى حلو قوي اسمه سفيرات المحبة والسلام. الاسم دوت ما جاش من فراغ، ده جه بعد ما اشتغلنا حوالي 3 سنين احنا قعدنا نشتغل في الموضوع ده. اللي حصل ان وزارة الأوقاف عملت بروتوكول مع المجلس القومي للمرأة ومع الهيئة الإنجليزية. حصل ان احنا ابتدينا نتكلم واعظات مع راهبات. الموضوع كان في الاول احنا مش فاهمين ايه اللي هيحصل وهنتكلم في ايه، بس انا حابه اقول الاول قبل ما اتكلم دورنا كواعظات ورهبات مع بعض، عايزه اقول انا كدوري كواعظه ايه وكأم ايه. اولا انا مهم قوي دوري كأم ان انا ارسخ مبدا الانتماء وحب الوطن لاولادي، ده مهم جدا جدا، لان حب الوطن والانتماء ليه دوت واجب شرعي علينا يا جماعه، ودوت مقصد من شريعه الاسلام، مقصد فعلا مقصد يعني شرعي يعني. فدي مهمه قوي قوي، لازم نبتدي نبص فيها الموضوع دوت، نرسخ الموضوع ده. كمان انا كواعظه المفروض ان انا اوعي الناس ازاي يحبوا وطنهم وازاي ينتموا ليه وازاي يدافعوا عنه، لان انا كفرد في المجتمع انا ليا واجبات وعليا، انا ليا حقوق وعليا واجبات. طيب انا باخد حقوقي الحمد لله، انا عايشه في امن وامان وسلام، المفروض ان انا ادافع عن بلدي، احب وطني، ادافع على بلدي من اي عدو يجي يدخل على بلدي، عدو من اعداء الوطن. انا بسميه عدو من اعداء الوطن لانه ده ما عندوش هويه، ده ما عندوش هويه ولا يمت باي صله لاي دين من الدنيا السماويه. فدي بدايه كده انا حبيت ان انا اتكلم ان لازم انا دوري كواعظه ان انا اتحدث عن هذا الموضوع، لان انا مش مجرد ان انا عايشه في مجتمع ان انا كفايه، لا انا ليا دور، انا فرد في المجتمع، ليا دور في وطني، لازم ان انا اساعد ولازم انا اكون بحب وطني وبنتمي ليه عشان ابقى انا مواطنه. المواطنه يا جماعه مش ان انا اكون اقول كلمه او شعار، لا، المواطنه حب وانتماء وعطاء وتفاعل مع غير، سواء بقى هو من ديني، سواء هو لوني، سواء هو من جنسي. اسفه. المهم ان انا اتفاعل مع الغير، وانا اتقبل الاخر. تقبل الاخر يا جماعه ده يعني سبحان الله، رب العالمين لما قال لنا جعل سنة في الأرض، إيه هي؟ الاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. طب ما رب العالمين قال لنا تعارف يا جماعة، قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. رب العالمين أمرني بده، يبقى أنا لازم هعمله. أنا هتعارف على الناس المختلفة عني، وإحنا ربنا خلقنا مختلفين، يبقى معنى كده قبول الآخر. قبول الآخر ده يا جماعة ده الحمد لله في مصر متواجد عندنا. الحمد لله في مصر موجود، والحمد لله موجود التعايش مع الآخر. إحنا سبحان الله لما ابتدينا نتعارف مع بعض الواعظات والراهبات، كانت أول لقاء بيننا
كان قعدنا نتكلم مع بعض، انت فكرك ايه وانا فكري ايه، كلنا اجتمعنا على حاجه واحده كانت حلوه قوي، ان انا تعايشت وتربيت وسمعت من زمان قوي من اهلي ان احنا كلنا عايشين في بيوت مع بعض، احنا مش عارفين مين المسلم ومين المسيحي، احنا متواجدين مع بعض مش عارفين مين فينا في المدرسة وأنا قاعدة جنبها هي مسلمة ولا مسيحية. وبأمانة بجد ده اللي حصل، اللي حصل إن دوت هو اللي موجود في حياتنا، ده من 1400 سنة على فكرة. مصر متعايشة وحدة وطنية رائعة، مصر كلنا عايشين إيد واحدة، إحنا مع بعض بنحب بعض وعايشين إيه متكافئين مع بعض، بنتكافل مع بعض. ده لما اتكلمنا أول مرة في أول لقاء بيننا وبين بعض. اتقابلنا بعد كده في مبادرة كانت جميلة جدا، قعدنا 3 أيام مع بعض، قعدنا اتكلمنا، كانت تعايش في سلام، المبادرة كان اسمها تعايش في سلام واسمها معا في خدمة الوطن. الحقيقة قعدنا 3 أيام مع بعض، إحنا كان مظهرنا رائع، إحنا كنا إيد في إيد، كنا قاعدين الوعيزة جنب الراهبة، كان كل الناس بتفرج علينا، وكان مظهر حضاري رائع وراقي جدا جدا، يدل يعني ايه قبول الاخر، ويعني ايه انا بقبل حرية الاديان، ويعني ايه انا متعايشة مع دين غير ديني. طيب لما قعدنا مع بعض عملنا حاجة كده كانت جميلة جدا، تبادلنا الادوار، انا عملت دور راهبة واختي الراهبة عملت دور وعيزة، اتكلمنا لقينا ان احنا المبدأ والأخلاق والسلوكيات معلش أنا أسفة لقيناها واحدة. سبحان الله لما لقينا المبدأ والسلوكيات والأخلاق واحدة، سبحان الله الأديان السماوية كلها والدين الإسلامي يحث على التسامح والعفو والمحبة والتآلف والتعايش. لو جينا اتكلمنا في التعايش، الإسلام دعانا للتعايش مع الآخر يا جماعة، وقال لنا في مبدأ كده في آية قرآنية جميلة قوي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دي المبادئ الإسلام يا جماعة. وقال لنا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الرفق يا جماعه لما يكون موجود في كل حاجه هيحصل بينا الفه ومحبه، وهيحصل بينا تعايش وسلم، وهيحصل بينا اخاء، هيحصل بينا حاجات حلوه قوي في المجتمع. المجتمع هيبقى فيه كده سلام، هيبقى فيه امن امان، هو ده اللي احنا بنعيشه. لما رب العالمين علمني ده، الرسول صلى الله عليه وسلم جيب السنه وكملها. الرسول لما يقول لنا في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. يعني أنا لما أكون بتكلم مع الطرف الآخر بطريقة حلوة برفق بلين بمحبة، هيبقى في بيننا حب مش هيسود بيننا الكره، ولما أتكلم في شيء ما فيهوش رفق ولا لين ولا محبة هيبقى في قبح، والعلاقة هتبقى بيننا تسوء، وهيبقى فينا كره وحسد وحقد. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا برضو لما قال لنا، لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، ما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا بغي فيه ولا إثم ولا حسد ولا غل. سبحان الله، يعني كل الحاجات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا هي موجودة، لو موجودة في حياتنا وعملناها هنلاقي المجتمع بيسود المحبة والتسامح والعفو. فطبعا كل الحاجات دي احنا تعايشنا فيها مع بعض. الحقيقة ان احنا المبادرات كتير والحملات كتير، انا هذكر بس حملتين علشان ما اخدش وقت، يعني انا كده اسفة ان انا طولت شوية، ولكن انا عايزة اتكلم في حملتين كانوا يعني رائعين واظهروا قد ايه مصر نموذج راقي جدا جدا ورائع في قبول الآخر وفي التعايش السلمي، وفي إن هي مدية حرية للأديان. أنت ليك دينك وأنا ليا ديني، ولكن أنا بحترم. يا جماعة المبادرة اللي معالي الوزير عملها رائعة جدا، معا نتعايش باحترام متبادل. يا جماعة في احترام متبادل بيننا، لو في احترام متبادل بيننا هنبقى احنا في مجتمع متقدم حضاري عايش في زهو يا جماعة. ودي الفترة دي انا شايفة ان احنا اكتر فترة في بيننا ترابط وتعانق وحب ظاهر جدا بيننا، ودوت حصل في على ارض الواقع في المبادرات اللي عملناها. في حملة انا كنت حباها قوي ونزلت فيها اسمها حملة بلدي امانة. الحملة نفسها كانت عجباني قوي. اولا حملة بلدي امانة دي كنا بنتكلم مع شرائح معينة من الناس، وكانت مهمة جدا احنا نتكلم. كان في شريحتين، شريحة الشباب وشريحة المدارس. شريحة الشباب دي كنا مهم نتكلم معهم قوي، لان احنا عارفين طبعا ان بيدخل عدو
فعلا غادر بيخش يشتغل على عقل الشباب وبيحاول ان هو يشتتهم ويبعدهم تماما عن حب الوطن وعن الانتماء. احنا مش بنسيب الشريحة دي ولا بنعمل فجوة، علشان كده الشباب دولت حوالي 60% من المجتمع ما ينفعش احنا نسيبهم، لازم نتكلم معاهم ولازم نتحاور معاهم ونفهمهم يعني ايه حب الوطن والانتماء. يا جماعة اللي ما عندوش حب للوطن ولا الانتماء ده ما عندوش هوية، ده مش هيبقى ليه هوية ولا عنده ثقافة. فاحنا لازم نرسخ برضو مبدأ حب الوطن والانتماء ليهم. لما دخلنا اتكلمنا معاهم في الموضوع ده، لان العدو اللي بيخش ده بالشائعات، كان في الفترة دي كان في شائعات فظيعة دخلت، المغردين دخلوا بيها علشان يزعزعوا استقرار مصر، بس احنا ما بنسكتش، احنا نزلنا الشوارع ونزلنا للشباب ونزلنا المدارس واتكلمنا. لما يكون في شائعة مغردة لازم نقف ولازم نتصداها، والحمد لله الحمد لله احنا عندنا وعي الشعب المصري اكتر من رائع، بيتصدى كل فتنة وكل شائعة بتيجي، والحمد لله بنوصل ان احنا بنخمدها تماما الفتنة دي فعلا، لان احنا مجتمع يعني انا شايفة ان مصر صورة رائعة ونموذج رائع فعلا في حب الوطن، في التسامح، في العفو، في التعايش مع الناس، في قبول الآخر. وأتمنى أن احنا نستمر أكتر من كده. طبعا المبادرات كتير والحملات كتير، احنا نزلنا مع بعض وعايزة وراهبة، نزلنا مع بعض الكنيسة، نزلنا الجامع، نزلنا مجمع الأديان، نزلنا إيد في إيد، كان مظهر متحضر جدا لدرجة أن الناس بقت بتصورنا، وكان على السوشيال ميديا طلع قد إيه احنا أظهرنا قد إيه جمال مصر. وأتمنى أن احنا نستمر على هذا، وإن شاء الله ما يبقاش في بيننا فتنة ولا يكون في بيننا عدو، وكل ما يكون في عدو إن شاء الله احنا قادرين بإذن الله على المحاربة وعلى إخماد هذه الفتنة. وأشكركم على يعني استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. مهندسة ميرفت يعني مشكورة، طوفت بنا في المبادرات بتاعت الأوقاف وبتاعت الدولة المصرية لتحصين الشباب، شباب مصر ضد التطرف، ويعني تعلمهم كيفية قبول الآخر والاندماج في المجتمع وعدم يعني التعرض للمختلف، وإنما لابد أن يكون هناك تعايش سلمي بين كل المختلفين على أرض الوطن. في الحقيقة بنشكر في النهاية الأستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات، ونشكر الداعيات الفضليات التي ساهمنا في هذه الندوة، الدكتورة نيفين مختار والدكتورة وفاء عبد السلام والمهندسة ميرفت عزت محمد. والشكر موصول لحضرات السادة المشاهدين. هذه الندوات يعني حرمنا أن تكون في المساجد كما كانت من قبل نظرا لاجتياح وباء كورونا، وتعقد حاليا أونلاين وتبث على يعني صفحة الأوقاف أونلاين، وكذلك على صفحة عقيدتي، وتنشرها عقيدتي في الإصدار الورقي يوم الثلاثاء. والشكر موصول لجميع من ساهم في إنجاح هذه الندوة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.